أبناء آخر الرجال صبرا وتحملا مانديلا، تنكسر شوكة عزيمتهم وإرادتهم الحية في ملعب انتظرت مدرجاته 30 عاما ليرقص على أوتارها جمهور رياضي متعطش للفوز. أن تفوز على منتخب لامس سقف العالمية حين احتضن أكبر عرس كروي في العالم عام 2010، فأنت بدأت تخط حروف اسم منتخب بلادك بين المنتخبات العالمية وبذهب خالص. سيعود أبناء مانديلا بعد هذه الهزيمة المدوية لأرضهم برسالة مفادها: احذروا هذه القارة السمراء حين تتوجهون غربا، فهناك منتخب قادم يطلقون عليه اسم المرابطون، وهو يرابط لكل زائر ليخبره أن كرة القدم هناك كانت تنتظر مولودا جديدا منذ قرابة 4 أعوام، وهو يتربص ويترنح بين المطبة والمحطات بحثا عن مكان أمن بين فرقه القارة السمراء. واليوم خرج المولود للنور يرتدي حلة تحمل نجمة وهلالا ذهبيين ظلا حبيسين رتحا من الزمن، وحين خرج عاث فسادا في كبار فرق الماما أفريكا. قبل اللقاء قال مدرب جنوب أفريقيا ميشابا: نحن نعرف أن منتخب موريتانيا كان ندا قويا للأسود غير مروضة، لكن أبناء البفنا قدموا من أجل الفوز ولا خيار غيره. وحين نطقت أقدام ابن مقاطعة الرياض علي عبيد في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، بدت بشائر نصر قادم ورسالة واضحة بأن بقية دقائق اللقاء لن تكون بمثابة النزهة. عاد أبناء مانديلا في النتيجة ورجعت المباراة لنقطة البداية، وظلت مدرجة الملعب الأولمبي تغلي على غير عادتها سابقا حتى تمكن البديل وابن مقاطعة عرفات وهداف الدور الموريتاني بيجيلي في أول لمسة له من تسجيل هدف التقدم ليؤكد مرة ثانية للفرنسي أنه مهاجم ومن طينة الكبار. ولمدرب البافانا بافانا أنه فعلا أخطأ في حساباته حين عوله على النقاط 3 في بلد كل شيء فيه ينطق بضرورة الحصول على هذه النقاط. ولأن عدد الأهداف أراد له المريد الشارد مولاي أحمد بسام أن لا يتوقف عند بيجيلي، انطلق بمفرده وقرر التلاعب بدفاعات جنوب إفريقيا، وحين وصل للحارس أكمل طريقه بهدف صنف من بين أحسن 3 أهداف سجلت في التصفيات. شوف 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 كيف يمر أمام مجموعة من اللاعبين، 5 لاعبين، ثم يرفع كورته، يا سلام. فعمت الفرحة بعد ذلك حتى طالت رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم الذي شارك اللاعبين بفرحة هستيرية لا تنقطع إلا لتبدأ من جديد. وحتى الفريق البرتقالي أفسن وذبوه هناك في المغرب في معسكر تدريبي عاش فرحة منقطعة النظير. أما لسان حال البفنا بفنا يقول: لعن الله من أيقظ مانديلا بعد اليوم.